لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مي كساب ترند بعد خسارة وزنها والجمهور يعلق احلويتي. تصدرت الفنانة مي كساب مؤشرات ترند جوجل بعد ظهورها الأخير في برنامج حبر سري الذي تم عرضه يوم الجمعة 14 إبريل عبر شاشة النهار. وظهرت مي كساب في البرنامج بخسارة وزن بشكل كبير وملحوظ، مما أدى إلى إعجاب متابعيها وجمهورها. وكشفت مي كساب عن سبب فقدانها الوزن خلال استضافتها في برنامج حبر سري قائلة: بنت دليدة طوال الوقت تقول لي ماما أنا عايزاكي تبقي رفيعة وتلبسي كعب وتحطي روج، على حد تعبيرها. وأضافت أنها أخذت قرار العملية في يوم واحد، وزارت أحد الأطباء لعمل كبسولة للمعدة، ولكنه نصحها بإجراء تكميم المعدة لأنها كانت تعاني من فتق بالحجاب الحاجز. وأكدت أن قرار العملية هو الأصح في حياتها، لافتة إلى أنها شعرت بالندم على كل وقت تركت نفسها في زيادة بالوزن. وتفاعل الجمهور مع صورة مي كساب بعد ظهورها بشكل نحيف ومختلف، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وكانت مي كساب تتمتع بوزن زائد، وعلى الفور نالت إعجاب الملايين من متابعيها بعد خسارة وزنها، وانهالت التعليقات عليها حيث جاءت كالآتي: خسيتي قوي وشكلك حلو برضو، ايه الأمر ده؟ احلويتي جدا لما خسيتي، انت اصلا قمر في كل حالاتك ودمك خفيف، قمر خسيتي قوي، برافو عليكي. من ناحية اخرى شاركت الفنانة مي كساب في مسلسل جعفر العمدة، وهو من بطولة محمد رمضان وزينة وإيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب وهالة صدقي وأحمد داش وفريدة سيف النص وتامر عبد المنعم وطارق الدسوقي وغيرهم. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي. وعن حقيقة خلاف زينة ومي كساب في كواليس جعفر العمدة، كشفت الفنانة مي كساب حقيقة وجود خلاف وقع بينها وبين الفنانة زينة في كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة حسب ما أثير عبر السوشيال ميديا وقت عرض المسلسل. وقالت مي كساب ببرنامج تفاعلكم: هتكلم عن نفسي، زينة صديقة من زمان جدا ليا من قبل ما نكون مشهورين، وكنا لسه صغيرين في بدايتنا، وزينة إنسانة محترمة جدا وأنا بعتز بصداقتها. وأضافت: مفيش أي مشاكل بينا، وأغلب المشاهد ما كانتش بتجمعنا، ومفيش بينا كواليس كتيرة، كانت الأجواء كويسة بينا وده بان على الشاشة. وقدمت مي كساب وزينة بمسلسل جعفر العمدة إحدى زوجات جعفر، الشخصية التي قدمها الفنان محمد رمضان. كما كشفت الفنانة مي كساب عن أسباب خروج مسلسل اللعبة 4 من السباق الرمضان المنصرم قائلة: موعدنا السنوي لعرض حلقات اللعبة طوال أجزائه كان قبل رمضان، وتأجيل عرضه يرجع لقرار من منصة شاهد الرقمية، لأنها أطلقت خلال الماراثون الرمضاني أعمال كثيرة للغاية وجميعها جاءت ناجحة وصاحبتها تقييمات عالية، لذا قرروا تأجيل عرض حلقات المسلسل إلى وقت آخر، لأن اللعبة دائما يقتنص أعلى المشاهدات بفضل الله. وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية أن السر وراء ابتعادها عن تقديم أعمال غنائية جديدة قالت: هو غصب عني شوية، يعني أنا يمكن الوقت اللي غنيت فيه كانت الساحة الغنائية ليس لها مقاييس معينة، وأنا دائما أقول بصراحة إن إحنا كمطربين بنفتقد المنتج الفنان، فحقيقة نفسي أقابل منتج فنان ياخد الموهبة ويدير الموهبة دي كويس ويعتبرها مشروع فني. إحنا كلنا كمطربين كل النجاحات دي اجتهادات فردية، مفيش مؤسسة بتشتغل عليك وتدعمك، وفي النهاية كل شيء نصيب. وكانت الفنانة مي كساب أعربت عن سعادتها الكبيرة بتهنئتها من قبل نقابة المهن الموسيقية بعد دورها في مسلسل جعفر العمدة، حيث أنها جسدت شخصية سرية زوجة محمد رمضان الأولى من خلال أحداث العمل. وكتبت مي من خلال حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام: أجمل هدية جات لي، خالص تقديري واحترامي وامتناني لنقابة الأولى نقابة المهن الموسيقية
ونقيب الفنان الأستاذ المحترم مصطفى كامل شكرا من كل قلبي. ونشر المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية بيان صادر عن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية يهنئ خلاله الفنانة مي كساب عن دورها في مسلسل جعفر العمدة. وفي هذا السياق جاء نص البيان كالتالي: أتقدم أنا مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وكيل اتحاد النقابات الفنية ونيابة عن جموع موسيقيين مصر بخالص التهنئة والمباركة للزميلة الفنانة الكبيرة مي كساب عضو نقابة المهن الموسيقية على أدائها الباهر خلال العمل الدرامي جعفر العمدة. وتابع البيان: كما أتقدم لأسرة المسلسل بأكمله بخالص التهنئة على النجاح غير المسبوق، وتأتي هذه التهنئة إيمانا مني بدور القوى الناعمة المصرية في تحريك مشاعر الشعوب ودعما واجبا وملزما مني كمسؤول أقدر معنى عبارة رفع الروح المعنوية وأهميتها لكل زميل يقدم ما يشرف مهنته وشخصه وفنه. كما أعلن عن تكريم الفنانة مي كساب: ولدت في طنطا ونشأت وترعرعت في أجواء عائلة عشقت الفن وأحبته وعلمته لأبنائها، وكانت المشجع الأول لها والداعم في بناء خطواتها الأولى، وقد درست في الكلية الموسيقية وأحب الأساتذة صوتها وساعدوها على بناء خطواتها في عالم الفن. حصلت على البطولة المطلقة في مسلسل تامر وشوقية، الأمر الذي فتح أمامها أبواب الأعمال الدرامية والبطولات السينمائية. وفي عام 2015 تزوجت من المغني الشعبي أوكا وأنجبت 3 أطفال هم فريدة ودليدة ونوح. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.